بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أحضان الوطن. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نستضيف لكم الأديب شاعر الإحساس سيدي محمد والبنين. عفوا، أهلا بك سيدي محمد. مرحبا بك. سلام. حصل على لقب وصيف شاعر التوحيد. إذا بداية، شاعر الإحساس كما تحب، أو وصيف شاعر التوحيد. في البداية نختارك تبدأنا بالمديح النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام. والله لهنا نحكي لك آخر مديحية من بت الواقدي. الدنيا مات لجايها الاستقرار، ولات المفاصل فيها الليل والنهار، وخلات وذرات من غاب المختار على النوار، وتخلط كيلها وعدت الناس اتنعت النجوم فصبار، وتراشف كيسان مقديلها، واستسلمت للشر والشر مطيار، وندق مرادها شور ويلها، وتخذرف الخلق للعافية ديار، والعافية استكسي عليه نيلها، وتخلط اسماه ورقبنا والمرار، وصحاب الباس تغفق سيلها، وشافت الناس شمن التاخنا نست والعار، وشمن ويلها وبحويلها ما يصبر، كون من محتات صبار قد جرت عليه الموت سيلها، قال لا حد يكتم ذاك في الانفاس، ويعزي الانفاس وقبيلها، يلو ما غاب المختار ما هباس، ما يعود ذاك يفجر خيلها. عليه افضل الصلاة والسلام. إذا نختاركم في البداية تحكوا لنا شوي من بدايتكم انتم شخصيا مع الأغنى. خيتي إذا قاعد رقدي نحكي. أعطينا أغنى بعد احنا والمشاهدين. من أول النصوص اللي قلت نص غزلي هون قلت فيه لا إله إلا الله. مت الناس قبيل التنقاس جاء خاطر من ذيك الناس، صبت له كاس وما باس ترناني وبغيت نجيها، شرت عليها تعطيني كاس، مدتي بالكاس يديها وقباني من ذاك الوسواس وانا ما صديت عليها. زين حتى وشفت انا وانت ما زلت مذكرش من البدايه. لا لا من درا كان البدايه كانت عن طريق تذوق للشعر، والله الاسره كان فيها حد لا ابدا يقول ابدا. انا متربي في بيئه أهلها ما يصمتوا للشعر والأغنى، ولا في أحد، حتى أصحابي ما فيهم حد زين عندي غير أنا فقت علي زين عندي توزع ما نعرف علاش. نعرف سنة 2000 أنا صنت للشريطة ونصنت الأغنى ماني فاهمه غير زين عندي نذوقه حتى، ولا من بداية 2008 هذه و2009 واللي اكتشفت اني بديت نقول الاغنى، واكتشفت اني موهوب في هذا. وبديت اصمم اللي نشتغل على تنميه موهبتي اللي عندي فكره عن حد اني اكتشف انه موهوب في روايه، الله يحاول ينميها والله لا تمشي دراجه. ذا كانك جبر التشجيع من طرف الاسره والله عرضوا الاسره ما كان عندها علاقه به نهائيا، ما علموا به، ما لغيتهم الى حد الساعه حالا ما زال قد متفاجئ واحد منهم اللي يسمع لي نص والله يشوف الشاب عبد على شاهدك وواحدين من اللي ما فاتوا علموا تعود مفاجاه عندهم. مشاهدينا الكرام نختار ومادين نقول لكم ونلفت انتباهكم على انكم بامكانكم المشاركه في هذه الحلقه الإخوة والأخوات في الغربة عن طريق الاتصال برقم الهاتف اللي دور يظهر لكم إن شاء الله على الشاشة، والله عن طريق رسائل على صفحتي الخاصة على الفيسبوك. ونختارهم هم اللي يقطعون الشاعر اليوم، نجبروا واحدين من المغنيين يتصلوا. أصلا لا العافية. لا بدنا نعد، لا بده يعود قطع مباشر على الهواء. أقدر يتوحلين يتوح. إذا من درك كانك أنت شخصية من هوات غرض معين من الأغنى دون الأغراض الأخرى، والله تغني فيهم كاملين. شنو ذاك الغرض اللي تتذوق؟ أنا غرضي أنا المفضل الغزل. الغزل. لا وليد تقول لنا شيء من الغزل. والله رأيي في تقلي والله زادت خلي من رأيي في تخلي والله زادت تقلي من اللي حفول ملي والله منه توفاي. ينتي ومنين اللي ما جاك رأيي جاي إلا من زين السعد ظفري وتحناي وعلم لنا بعد اللي فصلت فهراي. يا ودي هذه بعد زيان عندك رحفود من تالي. ايوه شيء. وفيه نص مدي من نصوص تالي في غزل يقول سابق النص شوي لنستقبل والله. نعم تفضلوا. نعم. تمام. وعليكم السلام. أنا سهل. قناة ساحل معاكم. برنامج أحضان الوطن. نعم تفضلوا برنامج أحضان الوطن. رحب بكم. مرحبا معك عثمان.
عدمان مرحبا بك وسهلا. عدمان متصل من منين؟ من قطر. مرحبا بك وسهلا ومرحبا بالجاليه الموريتانيه كامله في قطر. شو مواسين احوالكم؟ من قطر. نعم تفضل عدمان. عدمان انت شاعر والله مغني. نعم مغني غير الاغنيه بعد زين عندي. احنا صاقع شكينا انكم مغني دروب تقطع ان ضيفنا لي. تفضل عدمان. ثم يتصل لك ولا احد يغني؟ ما نبغى يتصلوا علينا الناس كامله. يا قردان كنا نختار وتوف نجبروا حد مغني اليوم كان ويقطع لنا هذا. تفضل يا عاد عندك مشاركه والله رساله تبغي توجهها عن طريق البرنامج. مرحبا بك. دائما نحاول البرنامج نتصل به زين عندي ويربطني بالوطن. مرحبا بك. ولكن دائما ما يتصل لي الاتصال في موعد الخط ما هو زين حتى تخير وتحسين الخطوط كانت مربوطين بالوطن باطل شيء انه خصوصا البرامج اللي زين اللي فيها ادب وفيها ترفيه شوي. مداخلة قيمة. مرحبا بك وسهلا. نختار الشاعر الى المغني الى عاد الى عاد يختارنا وطلع زينة نايله هو ويحكيها لنا. ان شاء الله اسمعكم ويدور ان شاء الله يحاول يلبي طلبكم. مرحبا بكم وسهلا مره اخرى. شكرا. السلام عليكم. من خلالكم تحيه للجاليه الموريتانيه في قطر كامله. تحيه لهم. اذا تفضل الاخ اللي كان متصل اسمع طلبه. هو شيخني. شيخك يا قير قال عنه واختارت عود ماهي من انتاج. اختارها قعدات عود ماهي من انتاج. ده نحكي له يلطف بي يوم نصبح فكر اللي بغرام وشح. هذه نحكي اخترتها له اياك يتوحش حتى لو طعنا ونصبح بالخريف. يلطف بي يوم نصبح فكر اللي بغرام وشح. ودبش القياطين مطرح مازال في عقاب الكلفه. ويرقب نو كبير مرح بالبراقه تحت وردفه اللي يقول انه وصلح واللي يقول انه وصفه. لطفك يا عظيم الجاهي مغلاه وكير اليوم احفه مع ود غلاي وملاهي تشد من اخبار ونتفه. ونحكي له لا اله الا الله. بينكم حتى تفقد طلعه اخرى تحكيها له ما زدت الوقت عندك خلاصي كانك تحكي لنا شيء من الغزل اللي من انتاجكم. هنا تي متعدل في اللي يحجل لي مولا ذاك البوتيق اللي في القرن وفي الدين مدلي العراش على الحالة زينة. شو مذاك يجيهم اللي طفلة تشري ما هي شينة. وفيه قط رقيت العزيت مرة هاك شويت وعطيت معاه وقيت متمونك دلالي وملت عليه ولتهيت في بغي وزهالي وعقب في ما منيت بيه خلاقي جالي ومشي عني وبقيت ورهانة حالي ذاك وما هو مخفي عن حد وذبالي فيهم اللي يكفي حالي عن سؤالي. وفيه نص راني هاديه لواحدين اعرفهم انا زين عندهم حتى. قريت البارح صيد اغلاني يشري من بوتيق احلانا حاجه اللي ساعه ما لقانا لعت اللي ماني ناسي سولني شماسي وانا سولته شماسي. لا ما في شيء. اذا انت قلت على انك دائما تذوق غرض الغزل. من درك انك مذكر شيء من الغزل اللي ينقال دائما في الاعياد خاصه اللي يتحفلوا العليات يقول ذاك يحفز عليه ينقال لقنا في حفولهم كذي شايل راس النعام وذاك. والله فقدتيني بالمرحوم والداهي طالب المشاهدين رحمه عليه كاملين. العيد اصلا لين ينقال لين يذكر ادب العيد دائما المغني يستحضره طلعته هو. عيدك يا مريم ما هو فاش وتقدي زاد عندك باش حصروا لك فرقان واحراش فيه لفيش وجيتي انت وعاد باش تمعوا لك باش زينتي في العين وبنتي. كذا شنو يقول خلق لك باح وانت قاع مريم كنتي ومنين خلق لك باح وباح ما عاد مريم كنتي. والله وانتم شخصيا ما قط قلتوا شيء العيد انا دائما اللي انا ندخل فيه شيء الغزل بعد دائما العيد يعود لهم. والله غير صحيح غير انا عندي لون خاص من ذاك النوع. انت قاعد حفول حسك في نص في العيد الماضي غير كيف قلت لك بلون خاص
يلطف بمنادم شحه صهيده فقدر اقاجي عليه بعيد. ويلطف بمنادم في تمرميد يصبح كل نهار ويمسى. ويلطف بمنادم جاهل عيد مبرتي ما عنده خمسه. هذا موديل اللي عفشي يروح فشي. هذه روايه جات بعد بالمقصه. العيد غطى عنه اللي يجي لحد مبرتي تعود صعيب شوي. مشكله ما راح خصوصا قاعد يعني يخلط مع ذاك الثاني الحزين وقعد ذاك لاسم الشباب. بدي يفتح الله ان شاء الله. ان شاء الله. هو برك العيد طول لنا شيء اللي من الامن انتاجكم. والله. يا غير مخيرينكم لانه يعني طارحين لكم الصبع على روايه معينه. معدل هنا تياه رساله نص بعنوان رسالة للغرب من بيت الكبير. ردة فعل تعرف اللي كامل من الشماهم تعدل يخلق من الهجوم على الإسلام. وتوف عدت رسالة ومستنوغين لو دي حاجة ترجمها. يا اليهود ونصارى ويسنقان العافية بالويلات محفوفة وخلونا متعايشين فردان العافية محدنا الشوفة. ما يعد حد على حد بلسان ولا بليد ولا بالعيل مطروفة ولا عليه عدب لسان هوان لسان بلسان وليد مكروه. والله الله نطص في الدان في شر طويل وعليه وماية وهو خير من في الدان شرنا قصران لعمر والأمراض ما معروف. احنا العرب بلقة وسمان ودمنا حار والراحنا مقلوفة والعقم من الطواويس وبلا عنان والحياة عندنا فر مزعوفة. ومجانين فر وغالطين ومتان ومر شر عندنا مالوفة وكلنا عيني هدقدة وشهبان وحبال أشكاري فيه ملفوفة. وصنعته ما فيها ملتزيان وريحته من دخلاقه متوف وفيسد وبطاش ومركوب جان ويدو شورشي خاسر مصروفه. واعراضنا حامينها في كل مكان وهمتنا شوارها فر مصروفه وهي نوارت عندنا الزمان وكل احوار عندهم مخنوفه. ورايكم الزين لا تهدان وخير مده لا تعود مظروفه وتخلي جمالها في العافيه رزان وتعود العدله فيها منصوفه. كان في ذاك الفات من حمان كان يمغني واجلاج ويشوفه ومغني يوفه كيف قال فلان واجلاج يوفه ويشوفه زين حتى ذي تلوت الحدي ترجمها نوقي حد ترجمها يا قد الغرب يفهم يا كيف يفهمه زين حتى اذا انتم شاركتوا في الشاعر التوحيد اللي نسخته الاخيره والله وهي اللي حزتوا فيها على لقب وصفي في شاعر التوحيد. من درى شنو القاف اللي دخلتوا به المسابقه وشنو القاف اللي فزتوا به بهذا اللقب؟ دخلت بنص دخلت بنص من لبير غير ماني مذكره غير بعد عندي هو النص مديحي في كان في النهايه ماني مذكرها نهائيا بدي دائما قاعد نصوص المناسبات ما تبقى معي النهايه نصوصها مرتجله كانت طبعا كان مرتجل وهي قاعد اعطيتها كامل ارتجال وغير بعد خالق نص اعطانا قاف نطلعوه مدحو جيه على مدحو قاف اعتقد انه التاه لبته مدحو جيه على مدحو فيه سب ساعة للشفاعة مزت الدور بعد جيه دور الشفاعة ساعة وكانت معطينا 20 دقيقة نطلع فيها القاف. قلت صولف مدح الرسول وجول ومشي فيه على عرض وطول صولف مدح الرسول وجول ومشي فيه على عرض وطول وقول اللي باغي فيه تقول ورا عدون ولا تداعى الساعة جابر فيه المدلول وام اللي تم بقناعة مدحو جيه على مدحو فيه سب ساعة للشفاعة مزت الدور بعد جيه دور الشفاعة ساعة زين حتى الله. إذا من درك أنكم قط شاركتوا في مسابقات أخرى؟ والله أنا شاركت قاعد في نسخت ال قط شاركتوا في البداع على ما أعتقد. أها ما قط شاركت فيه. غير شاركت في شعر توحيد الموسم اللي ما هو موسم سابق اللي لعبنا واستحبت في دور نصف النهائي والله ما اللي خلقهم شوي معه. وشاركت في شاعر المليون شاعر وطحت في دور نصف النهائي اعتقد نتيجه خطا ملي ارتكبته بسيط. والله نعم. اذا اللي تحكي لنا شنو من النصوص اللي عندكم؟ والله هي هون توسليه داخله فيها طرافه فرج اللي مالك ثاني هموم هي واحزاني واغنيني عن غيرك ماني طامع فيه انت حسبيه والفانيه الله راني محزوزه بيا دخليه وانت وحدك هو السندي ارفق بيا والطف بيا وقت اني دافر ما عندي عربيه باطوقيه. طيب هاي باطوقيه تبان مشكله تبان مشكلتها مشكله. نعم. وانا على فل شي عبست وزدت في لعبس وتمزريت وحت هذه عبس راهي جديده معاصرة. على فلشي عبست وزدت في لعبس وتمزريت وحت عن شي فيه الطرب وبعدت ولا طرش ذاك الفلشي
ومن ونامس نضحك عتك انا ضحكي طرش اقعد واحد بدي يغير الليل ما بدي يغير الروتين شوي لعله لا بدي اغير الروتين شوي من درى من هو الشاعر والله المغني من الادباء الكبار اللي بالنسبه لكم انتم غدوه وتذوقوا شعره حتى والله ما شاء الله قاعد انت تقولي القدماء الناس الكبار اللي منها مزار سالم الحمد لله واللي منها الله يرحمه ما شاء الله اغناهم زين كامل فهمتي غير بعدنا من الجيل اللي مثلا جيل الطيب والديدي ذاك باطر الجيل زين عندي في غنى الطيب وزين عندي غنى الشيخ والمكين انتم سابق الحلقة زين عندي غنى السيديا والهدار مدي جات فوق نعم سابق تبدا الحلقة قلتوا لنا عندكم شيء طالعة والله شيء تقولوا له كجة تبرع بدأنا نسمعوا كجة تبرعية الصيدات يعرفوا على انهم ليتو حلينا انا والصيدات لا بد تسمعهم على انك والله كجة تبرع هذا لا نتيجة تأثري بشعر نزار قباني الشعر المستعار زين عندي توف قلت اني ليه نعدله في الادب الحساني وبطل وطليعة وتسمية كجة تبرع هون هو ضروب قريب من التبرع ايه والناس في شيء فاهم وفاهم غلط فاهم كجة تبرع مثلا كجة مفهوم اللي ما هو مفهوم الفهم انا على ان روايه كج تكج مثلا نقولوا هذا الميكرو كج ذوق اللي هذا يلعب نفس الدور فهمت معناته هو الصب مفهوم اللي قال به الكج معناها روايه جات روايه والله زين منها قد تحل محله توف يا قد تحل محله وتعود احسن منها ربما فهمت كج لا في حالتها غير قاعد اقول لك روايه نهائيا شفتي تبرع ما يقعد شيء زي منه نهائيا قايلها حد ما وهي ويلات بنات بعد ما يقدر حد يشوف عليه فيه منين يجي صيد يدقات حالي ما هباس وننزات في القيمة ونزوز المعتاد في وثقة ولزاد مشى نولي لوزارة تفقاد أم أخوي ميات الوحشة وفيه يلا لي مثق الحد عليه الدهر يفوت وشاي فيه الكان معسريه معربيه والكان معربيه وعاني شي فيه وفوت ويبغيه على ملة واحد ثاني نبغيه ويبغيني ورديد ويلهيني ويلا قف عيني دمعتها ما ترقى والناس مماسيني ياسر منها زرقى وفيها يقول فيها قالوا فيه الشباب مخصوص يقول فيه محمد جدو اللي مجنونة فيه خون عاد وشفته من هون ودون ما تيرفد لي تلفون ولا يسمع قاعد تخراسه وانا نعرف عنه مجنونة فيه غير مجنون راسه ويقول حاكمني عن لقاك ذاك انت تفهم ذاك اصحاباتي ترعاك ما يبقوا تتكنت غير البال معاك ما يفهم كون انت يقول فيه عبد العزيز والعمر بالي يختاري تم الموم وفسطك فهم وتوسع لي لملم فخلاقك يا لغلة كان كج علي يم واحد ونحك اغلى يقول فيه على الدين ملي علي يقول فيها انتم عدبتوه قاع وكلها عادي يقول فيه هو اول زمن ولا انتم الى ساحه ما قلت لكن عادي انتم المشاهدين ياسرون اللي عد ما كان عالم بيه فت بعد عدلت عنه ياس مثلا حرقات يقول فيه على الدين لا عضب سنيه ميش وكرد بيدي حوليه الواه عليه وقام ميرر ويش ومزين لو يتحوليه ومزين عضت ميش زين ويقول فيه سيدي ولد محمد قلت اني ما غشماك طرشه اللي نهواك عنك واني ملقاك ما نسعى حتى فيه ما هو كره الصداك اللي بالط عسري من درك انكم انتم هون تقولوا عن طريق حادثه معينه تعودوا عايشينها وتعدلوا انتم اللي هو كجة تبرع والله في تقمص شخصيه في تقمص شخصيه هو فعلا انتم متقمصين شخصيات عليات كانكم هذول العليات فعلا انتم تعرفوا شخصيات ثم النساء ثم هذا تتحدثوا انتم عنها وظلتوا شفتي انا بعد شخصيا قط اجبرت حال والله ثنتين
احداث عندهم مشكله طرحوا علي وترجمتها انت ترجمتها لهم انا فهمتي ترجمتها اذا اول كنت نختار والله وفي صشي ده نفترض انا وتوب حسب معرفتي بالمجتمع ومعرفتي بالمشاكل اللي تجبر المراه واللي تبغي تعاني منها نحس باحساسها هذا رانكم رضيتوهم على الكج على الكج على انه وعد اللي مساعده لهم يقول في ميدان الشيخ محمد في الرجال اللي ديما يحجدي يمشي ويولي فيدو ميش احمر وقصير من اليوم لاخذ اصفر وهو قال طلع مكش سبرع على راسه اذا لين نتوقفوا مع هذا الفاصل ونرجع ان شاء الله ونكملوا الحلقه القبال والتبسيمات كل فيها ما يتخطى بالي محاد الى ما يتخمم بيها انا رمي في البال قبال والتبسيمات كل فيها ما يتخطى بالي محاد الى ما يتخمم بيها انا رمي في البال قبال والتبسيمات كل فيها ما يتخطى بالي محاد الى ما يتخمم بيها انا رمي في البال قبال ما ذكر فيها ما يتخطى بالي محال بين ما يتخمم بيها أنا رمي في البال كبار والتبسيمة ذكر فيها ما يتخطى بالي محال بين ما يتخمم بيها أنا رمي في البال كبار والتبسيمة ذكر فيها ما يتخطى بالي محال بين ما يتخمم بيها كانت بالخيانة تبقي تصدمني أخليها ولا عقبت من مولانا ما كيدا خسرت فيديها ليمي كانت بالخيانة تبقي تصدمني أخليها ولا عقبت من مولانا ما كيدا خسرت فيديها ليمي ما هي كيف تنريا أبي رح زاد تنسويها ولا طالب زاد القسا ليما التني عقد فيه ليمي ما هي كيف أبير حزاد ترسويها ولا طالب زاد القسا ليما التني عقد فيها أنا رمي في البال كبار والتبسيمة ذكر فيها ما يتخطى بالي محال ليلى ما يتخمم بيها أنا رمي في البال كبار والتبسيمة ذكر فيها ما يتخطى بالي محال ليلى ما يتخمم بيها ما قنعت وتخمت مني نبغيها من جهة أراهي لا منها هدمت ريمي ذاك النراسيها ولين التعرف تبقيني عني ما نبغي خاطيها واني شوفتها تبقيني اتحاليني ونحاليها إذا ما قنعت وتخمت مني نبغيها من جهة أراهي لا منها هدمت ريمي ذاك النراسيها ولين التعرف تبقيني حاليني ونحاليها أنا رمي في البال قبال والتبسيمة ذكر فيها ما
يتخبى بالي محال ليلة ما يتخمم بيها نرمي ذربة لبار وتبسي مالي كرهها ما يتخبى بالي محال يتخمن بيها نرمي في البال كبار وتبسي مالك فيها ما يتخطى بالي محال ليلة ما يتخمن بيها نرمي في البال كبار وتبسي مالك فيها ما يتخطى بالي محال ليلة ما يتخمن بيها. إذن شكرا للفنان بابو العمريكي. إذن لنرجعوا لك ضيفنا الكريم. انتم من هواة التجديد، شباب قاعد دائما يبغى التجديد، صحيح. من درا كان لكم جسدتوا ذاك في الفقناكم؟ بالنسبه لي انا بعد دائما نحاول اني نعدل التجديد، ما هو بعيد حتى، فهمتي، من حيث لغه النص، ومن حيث المواضيع اللي نعالج. وقليل الموضوع نعالجه مثلا ما ولاحظ فيه على انه نوع من التجديد، هي ان فيه روايه، مثلا فيه روايه خاصه به ولا شيء نشوف. فيه ان شاء الله التجديد قاعد خالق يهسر معه، ما ظهر ما يقعد واقف عليه يعني يتحرك على كل شيء. غير بعدين قبل عدت بشيء جديد، كشفت براع هذا فكرته جديده، وانا ملي مثلا خلاص سمعت هو صاحب فكرته، طبعا هو صاحب فكرته، وكنت شفت فيه على انه التجديد يلا يعود ضمني اكثر ما يعود يلا مثلا شكلي، ابي لي عليه ما يلا يصرحوا ما اصلا قاعد يصرحوا فغنا، وانت كان اكون همك تحامر ومره جسد تعبر عن احساسهم لي طبعا. اذا لا بد يعود فهم فيه نوع من المحاكاه. والله وتوف يعني تجديد ان شاء الله خالي قطع وحدين، مثلا معدين في الشباب ياسر مشي، معدين خالي في الترواق، وخالق شاسيكور، كاملين التجديد. ذوك ايش تعرف انت عندك منهم مستحضر منهم شيء من الاقلام؟ والله مستحضر نص ترواق هذا نوع عمر من التبراع، والله زاد محامر والله عليه. هو فيه استقراء يقبوا تبريعه عندي عنهم، وفي شيء قالوا الاستقراء به اللي تبريعه تابلويتين وطلع عليه تعدل عليها يلا تقعد تتكلم عن الموضوع ذيك التبريعه بعدها، وهو نوع من الاستقراء. وفكرته على ان التبريعه تتم في طلعه تعود مرموه، ما يقرب على ما اعتقد على ان الترواق الفرق بينه هو التبرع، على ان التبرع ظهر فيه انه قايل تمره، وعكس الترواق يظهر فيه على ان الراجل هو القايل وبيلي دائما يقود. هو قاعد يقول لك انا قضيه ثانيه، شفتي هو الترواق هذا مثلا باط ما نعرف قاعد يغير بعد في اللي يظهر لي فيه جماعته اللي معدلته اصحابي، على انه ما هو مثل تبريعه كانت خالقه، تبريعه خالقه قالت يروقوها يديروها في طلعه تعود مروقه فيها، حد اصلا ما يعرف تبريعه. اعطينا مثال مثلا، انا قطر وقت تبريعه زينت عندي حتى، وقلت انها وراها قصه، سمعت تغني المرحومه ديني ولاه ضوي بان على الحيط في شكل احزان، تغنيها بواو العطف الاول، ولا هو ضو يبان على الحيط بشكل احزان، قلت انا على بواو العطف وسابوا شيء وروقتها وتوف، قلت هذه زاد دار بيها تفقادك انا وتجيها كل ليله كنت وتسميها بزمان وتعرف كنت زمان تصابحها وتماسيها ما انا قدير شيء في الحسبان، وعقب تفتنوا براعيها عادت من تصريف المنان مزروق هون ولا فيها سبحان الله تلا قران، ما هو حد تلم لو جاد يبري حد ولا حس يبان، ولا هو ضو يبان تلا زاد على الحيط بشكل احزان. وهذا بعد مشي نفتكره فيه الشاسيكور هذا من اللي فكرته فكره زينه، فيه مهمه قاعد جدا به اللي هو يحافظ على الغنى اللي عاد متناسي النصوص الاولى القديمه، وهو عباره عن عتلي تخلى عنها الناس،
بلجال عاد ماك بالتجديد وماك بالغنى عاد هي حكما اللي هي تنتسم كأنه ولا يظهر هو الغنى ما يلا ينتسمه القديم به اللي فيه اللغة الشعرية الزينة وفيه القيم وفيه الأخلاق وفيه ياسر من شيء فهمتي حضارتنا مكتملة فيه ولا يلا ينتسم واللي هو شاسيكور مدرا كان عندك عليه ميدا والله شاسيكور يقول في حمل بت طرح طب اللي عاد كاس حلايا ومشات شاسيكور هذا طلع عم ستيفرواتن تبريته الثالث تعود بداية طلعة قديمة يقول طرح طب اللي عاد كاس حلايا ومشات هيك طرحة خلات في البال وذاك متين موسم كيف الوستاد طرحة تقم معطين طرحة عبد أحمد الدين موسم هيك يعطيك رد زين والله وأنا عندي فيه الوكر اللي فيه متكامل عزو يومي ذاك العامل شور وكنت ماشي حامل تشباش يلاقي عنه عام قيم لي ذاك اللي قام الحد صيد افتقانة شامنا بده يلاقي عنه زين هذا اللي يقبل حد بداية يقبل خمس تفروات مركب فيهم تابريت التالية تعود بداية طلعة قديمة ويقام قال معاه فيها نوع من مثلا حد حفظي طلع حالة الوكر الفيه متكامل عزو يومي ذاك العامل شور وكنت ماشي حامل تشباش يلاقي عنه عام قيم لي ذاك اللي قام الحد صيد افتقانة شامنا ليه يقبل قاع حد رغبة حد ما قد تسمع حد الصيف تيجان شان اللي يقبل رغبة اللي حد الصيف تيجان شان اللي قامل وترى شنو زين حد أو ترواق ما عندك ما أنك مستحضر شنو النصوص اللي قالوا فيه زملائك اللي عاد أنتم ما عندكم ولا ذاك اللي ماني قبل مستحضر في شيء ماني قبل مستحضر في شيء غير بعد إن شاء الله خالي ياسر ياسر وفكرته اللي هذه لا أحد تبغى تبرعته يديرها وارك لي تحكي لنا شنو النصوص اللي عندكم والله هنا تي نص باطل لا يدخل قاع في تجديد بالنسبه لنا جيلنا اليوم فيه 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 شاب راني موجه له تحيه خاصه فيه قاع ان شاء الله مجموعه من الشباب غير بالنسبه لنا بعد الشخص اللي شايف انه متميز كل ما في كلمه معنا استاذ احمد والد بدع احمد غريب تبارك الله والتجديد يعدل هو بشكله الخاص احمد مجدد حقيقي وعنده نصوص مثلا ياسر قاع وخلق فيها وحاول عدل فيها وحدين نصوص مثلا عنده شيء من المعط خاصه باحمد وانا بعد عندي هون منها نص قلت نهارات المجموعه من الشباب مجموعه متطوعين شباب صنع البسمه الرايم حيهم تحيه خاصه من المنبر قلت فيه الدهر طرح مروه بخراب في بلدنا ونقع فيه غراب ونبت فيه تمصليح وطاف وثمر ما فيه ترطوبه ما هي مدهوسه من تنكاب ثمار والله مكوبه وتلافانا عصر التقلا فيه النصايح مقلوبه وفقدنا الاخوت والاحباب واللي من مسله محبوبه وخشانا ياسر من التقلاب الحاري فطر القلوب العالم عنا كامل غاب والدنيا دخلت غيبوبه وتمزرينا عدنا في عقاب بلدنا احسن لعقوبه غير احمدنا لله جداب الخير بصيفه مدوبه وصاق الله للبسمه الشباب صنعوها ما هي مشوبه ورقبنا وصالح ترقاب الخير وعاد وراقوبه وفتحوا للود الخالص باب اسحاب وعادت مصبوبه وبرجر حل قط صاب وفي بل ورايه منصوبه عادت للسعاده تنهاب في سبيل المولى موهوبه. زين حتى والله زين. من دركانكم ومن الادباء اللي تقولوا البتوته هذو اللي ينقالوا في المناسبات والتماري وذاك شوفي هو قاع ما ظهر من خالق حد سالك من ذا غير بعد انا اذا قلتهم دائما طبعا قاع بشكل مثلا يجيني طلبات بشكل يوميا فهمتي للتماري والبتوته فعلا يجوني فعلا اللي غير اولا النصوص اللي نقولهم لان نشرت على ملاهم انه ما يذكرني به اللي ما هو بعد استنقاص لهذا لاني انا توف معدلوا على خلايا غير تعود على الشخص اللي قايله في حقه ما تعرفه ما تعرف كان قلت فيه حق فهمتي مثلا الشعر اللي وليد المناسبه يولد ميت فهمتي به اللي هو مصطنع شيء مكتوب بالمناسبه البدع محفوظ العبو قط قال لي على انه ما يقول ما يقول لبتوته وانا شخصيا قبت الفنترندور يقول دي بت وقال لي على انه اعتذر مني قال لي على انه بعدين كان يقولوا والله يعني انا ما يبقى قال لي بيدي كان اصلا ينقال البت على الشخص يعود معروف وذا اللي ينقال فيه حق وقال لي لاحظت من خلال الساحه قال لي الموجود فيها كامل لا اي شخص يتلفن على شخص صديقه والله زميله يقول له كل بت لفلان وفلانه ويمشي ذاك ويتم يشكر ابوهم خالقهم ويقعد كاع ما يعرف كانهم يكتبوا رواقيش والله انا هذا كنت قاعد لجا حد ذيك الروايه وعقبت مره عدلتها انا باغي نعدلها الاخوه عندي
وتوف واكتشفت الناس ذيك الرواية وعاد تراسلوا علي الصقاع. أخوك أنت تعرف ذا اللي فيه وذا مولك عندك ومعدل له ذقاع مثلا عن إرادة فهمتي غير جاوني وعقبات تم الله ينزاد غير بعد أنا ما نمكن سقري رقاش خصوصا الرواية أنا ماني 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 متكلف في شيء يعني شي. واضح واضح يقر ما تختلف يقر توف نشرط عليها لأنه ما يقر ما يذكر على أنك تقول هذا بشي تغني بي كيف غيتي غير أنا لا تسميني لا عندك غير حق بكل انت معدلوا على خلاك نصوص اللي ما تبقى معي نهائيا زين حد والله نعم الى عدو فم فيه نصوص من اختيار من انتاجكم انتم والله مخلين لكم الاختيار من ياسر هنا لما قد انتم دائما هم من نطلبوا رجع اصلا اطلب المغني يحرص قالوا عنه في شيء هنا قال له في شيء هنا قال له تزماق الغزل الغزل والله خروج يقول واحدين خروجوا فيه نحكي لك فيه ناس والله غنين قطيع علمه والله وفتو الناموس وحمان الجو عايد شكله وسكات الدولة عن هذا الشكل والمشاكل كملوا بقطيع الله ومن حد آخر قطيع علمه وفيه هذا هو موجه لصملك ما كامل درجات المعني يوتيوب كالحمد الديمقراطية ما زالت 100% فينا حية والحرية ما زالت حية وعلى طول قد نقول الصافية ما زلت ناختين نقول بعد عندنا هذي الشيء ايوه كان قط قنيته بالسياسة والله 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 عندي نصوص في السياسة ودائما هم اللي ندخل فيهم الطرافة فيه نص يقول يقول وضع الصحة فيه اللي ينقال من الدهور ما هو قاع في حال والتعليم بحاله ما زاله لمصابين بالإحباط ولمن اللام تحسن بالفاء والاقتصاد اللاف انحطاط حال البلاد مظلم عاد والدنيا فشد التخلاط ويقولوا لك وضع البلاد متحسن متحسن لعياط التالي هذه بعد انا متحسن لعياط فقدتني بقاف بأديب سويد أم الخرشف كان ضيف عندي قال لي على انه اول قاف قالوا لي انا ماني ضابطته يا قير ضحكتني بيدي ما هو متباعده معاه قالوا كذاش انه طفيله اخته عاتها لا ترصى بلا وترصى بلا قال له بعد فيها على انها تسكت وانت يا عياطه وبيرك صكة قالت انتي ضابطه ارقاب وضحكني بعد انا اذا نعم اذا العاد ما زالوا فيه نصوص عندكم من هذا الأغنى اللي في الغزل والله في أي غرض من أغراض والله والله عندي هنا تياها التوجيهية غير اختير كنت نختم بها وله نحكي لك مديحية والله بنتين عطروا بها شوي الجو جيت لحكت الخلق في ظلام الشرك وعبادة الأصنام في الرعوم يحكم الإزلام ويقتل كان ويشهد بالزور كان دافع كان القدام في الكفر وداخل كان غرور من الجهل وسوء التخمام ويبطش كان ويظلم ويجور والفيتو يا بدر التمام يا الصادق لمين المنصور يا حجة الإسلام بالإسلام وجبت بل الظلام النور وبيه رحمت وقدت بالجام الهداية وعدمت في صور الجهل وعلمت الأحكام وكردت لطريق الغفور الشكور وعاجبت وقام طريق الغفور الشكور وعم الخير وعم السلام والبهجة وضاحت الأمور صلى الله عليكم مزال عن ذاك جازيك الشكور بالمقام محمود القالي رسول محمود مشكور عليه الصلاة والسلام من درن تومك أديب شنو رأيكم في الساحة الأدبية الساحة متخرمزة هذا رأيكم شنو فيها والله الساحة بالنسبة لي أنا ساحة فيها إن شاء الله هاللغنة بعد اللي أنا وبعض اللي يتكلموا عنه حالا إن شاء الله عاد ياسم من الشباب حالا فيه ذوره خلقت ذوره في اللي قالوا في المجال ذا هو متذوقين عادوا ما شاء الله ياسرين وعد اللي تراي ما كان اصلا زين عنده الغنى يتم يذوق بعد زين عنده يذوق ونتيجه ان ذاك التذوق اللي ازداد لين ينزاد المعادله ذيك الاقتصاديه لين ينزاد الطلب يلا ينزاد العرض ينزاد العرض وبالتالي كانت رده فعل الشباب على انهم اللي قاعدوا متحمسين اللي اصلا منهم موهوب تبارك ينمي موهبته واللي ما كان اصلا موهوب يبغى يكتسب مثلا يقرا عن الروايه ويكتسبها يبدا من اللي يتعلم غير فيه روايه يلا يلا الجميع يفهمها على انه هو الشعر لقنا قال مرحوم السيد ابراهيم
اعلن وحد عاد يعرفه يزيد ويغير حد مثلا عاد ما يعرفه ما ينقصه. ولا بالضروري اني مثلا فرس راسي على نعود نقول لغنا والله لا بد لي نعود نقول انا كافي مثلا اتمنى ذوق والله زين عندي من درك كانكم الادباء الكبار كانكم منكم جالسهم والله قاعد معاهم يلاحظ فيه على انه يعطيكم دفع ويشجعكم على والله تلاحظوا فيهم على انهم ماستهم غيره والله ما انا الله انا بعد بالنسبه لي قعدت جالس منهم دائما دا يشجعني يقول لي مثلا عندك مشوار طويل وتتبارك الله يعطوك النصائح حقيقية حقيقية والله تبارك الله ما نعرف صحيح قد يعود مني أنا اللي دائما إني قاعد مع رجال كبار نحاول نستفاد منه شو يسوي شنو خصوصا في مجالي والله ما اللي كان مثلا بعد ما نعرف بعد كلمك على راس يوسف والله ولغنا برأيكم أنتم حد يبقي يتعلموا شنو هي الطريقة اللي يقدي شفتي حد ما 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 هو جابر نزع عن لغنا كيف أنا ما يبدأ مصيبة أنت ما شاء الله حد يبدأ مصيبة أولا يلا يقنع راسه بعد قاعد إن ذي المادة هي ما هي يفهم هو على إن ما هو شو قوله وردح فهمتي هذا تراث مادة جزء من تراث مادة ومهم فهمتي ويجيه ليه يتعلم قناعته ولا ما يلا يعود يتاجر به والله يستخدمه في شيء ما هو مهم يلا يمارسه كمثلا ولا يسيسه مالي كهوايه ولا يسيسه يمارسه كهوايه مثلا يعبر فيها عن احساسه ويعالج بها القضايا الوطن وقضايا الامه فهمتي وبسيط جدا انا نعرف واحدين تبارك الله ما كان واحد ما فيهم حد يوزن قدمه غير عادي لباس يوزن قدمه وقت سمعناها سابقا خارقة في القاموس يوزن قدمه الحاجة اللي عن قدمه بعد في رواية أخرى ماني قاعدة تذكرتها هي دي يوزن قدمه جليتها علي قدام ياسري وتوف ليه يبدأ من الصفر بس يحفظ شيء من النصوص به اللي شفتي وخالق التجبري رقاجة يوزن لغنا بشكل مثلا تام وذي اللي يقول بمعناه انت تخرص الفكره اللي عالي زي واضحه لك غير تم افتقده فيه شوي فما تياها ما جاك هذا النص جاي والسر ما فاهمه ياسم الناس السر هو خالق شن قال اللغه الشعريه وخالق شن قال اللغه الشعريه الشعر عنده لغه خاصه به فهمت هي الحسانيه ما خلق حد ليه يقعد ويقبض قلم تبارك ما وزن النص فهمتي وعدوا في اصبعه ولين في الواه وكتبوا غير هذا ما هو الهذا اذا ما هو النص اللي راح رجع ليه يعرف انه نص مركب فهمتي الشعر عنده لغه خاصه به وحفظ النصوص القديمه والنصوص الجديده وطني لمنها زين يكتسب من خلال الشخص لغه شعريه فهمتي وتتفرق كلمات هيك النصوص في دماغه الصبح اذا قاعد ليه يقول نص هو عنده فيدو ياسر الروي عنده غني مثلا ما يليه يفقر في الروياك يخلق يعدل ليه طول الشيء فهمتي ولاه ليه يفتقد الجناس ما مثلا يبغي يدور جناس يجيبوا ما جابوا بيد اللي يعرفوا واذا كان يكتسب لمحه في النصوص قراءتها فهمتي والاحتكاك بالادباء وسط الادبي عقبات تبقى شين قالوا العروض بس يتحد يقراه حسبت الاغنى عنده عدة طرق ينعرف فيها وحد يطلص الراس والعنان ويقول اللي يبغي يقول احتمالات الاثنتين واحدة اللي هي عبر هو عندي احساسه والله احساس حد ثاني فهمتي والله مالي مناسبة اجتماعية والله قضية امه اللي يقول فيها الشيء اللي يقول امه اللي نابع يرحق من الاحساس فهمتي راني بعد بالمناسبة تذكرت المثل يقول ما يستهدى على قدمه ما يستهدى على قدمه نعم نختار بما أن هون بالإحساس قضية هذا هو البتوتة اللي يقول حد على حد ما يعرفه كيف ما قلت أنت أنك تصربي بعد بعيد من هون من الإحساس ما في إحساس نهائي ما في إحساس الشخص ما تعرف قاعد اللي تقول عنه شنو هو أسماء معطية لك عن طريق شخص آخر ما في إحساس خالي من الإحساس ولذلك دائما تجبريها ما هو زين ما هو قريب من الخلاء اذا لولا الزمان ولما افترقنا لكن لا خيار مع الزمان عندك دقيقتين تقول فيهم كلمه للاخوه المغتربين وتختم لنا بطلعه مديحيه مجلس واحد يتم ادماجها في واحده ياك يعود ما فهم التكلفه معناها ما فهم ميزه ما كلهم عندهم ميزانيه كبيره ماشي من ضغط الشعب اللي يدفع الضرائب تدفع الضرائب ذاك يدفع الضرائب معناها تبديد المال العام
تودنا العام يشاكل لا اللي بقينا نشو من الهيئات ودون ما نفعله. وبالمناسبة هم إحنا ينتخر صور يعني قد بدأ شوي خروج عن هذا المألوف. في موريتانيا للأسف عندنا لا شعارات، معناها لا شعارات، شعار محاربة الفساد في الوقت الفساد مو محارب. إحنا عندنا 10 سنوات معناها المنطقة اللي توفى الثانية ذي معناها النظام عنده منطقتين، المنطقة الثانية اللي توفى هو يحارب الفساد إلى حد الساعة باعتراف منهم هم يقولون الفساد مازال خال. معناها شو معناها الفساد مو محارب؟ لو كان اللي محارب ما يقدر تحاربه منطقتين أنتم شفتوا محاربته. ثانيا نتحداهم يجبروا الواحد نحكم عليه قضائيا وتابع مشات قضيته لين وصلت الحكم ونحبس وكلف. لا تمشي القضية أنت الحاكم حكم ابتدائي ومرة قاعد لا تدخل فيها وساطة ويطلص مليها وما نبقى قاعد طور في الفترة الأخيرة عاد النظام يعين المفسدين يكافئهم بالتعيين. أنت مفسد يا أمس حكمت عليه وقلت أنه مفسد تقعد وتعين معناها تكافئ بالتعيين وين محاربة الفساد منه. ثانيا كيف تو هذا المجلس الاقتصادي هي تنشئ ياك انك تعطى وظيفة لشخص معين والله شيء والله يرضى بها والله هذا تبديد المال العام ثروة الشعب. كيف المجلس على الفتوى والمظالم كيف المجلس الإسلامي في الوقت اللي هو ما فيهم قاعد قايم بدوره وسيط الجمهورية وين منكم يعرف وسيط الجمهورية ويعرف مهمته اللي دوره هكذا دوره شنو تعرفون ترى نعرف وانا ولا يعرف اي مواطن ما في حد يعرف دور وسيط الجمهورية شنو معناها من كلام السنة هو دولة معناها نافقة فيه وعطت ميزانية كبيرة في الوقت اللي هو ما قام بدور وكيف المجلس الأعلى للإسلام وكيف المجلس الاقتصادي وكيف المكتب الوطني للإحصاء معناها هكذا ومحكمة العدل السامية اللي ما هي مفعلة ولا هي خالقة هاي كلها شعارات معناها خلقها النظام وبدد فيها ثروة الشعب في الوقت اللي ما إذا أنتم إذا في الإصلاحات احنا ركزنا على النقاط الأساسية وندور حيلة قلت لك نحدوا من تبديد المال العام معناها ندمجهم في هيئة واحدة اللي هم ثلاثة هيئة واحدة فهمت وندمجهم ولا المجلس الاقتصادي والمكتب الوطني للإحصاء في هيئة واحدة هذا يطالب به الحزب إياك يعود معناها فهم معناها شيء من حد من أنتم أنتم في حزب التحالف الوطني الديمقراطي طالبتم قمتم يعني طلبتم بماذا بدمج هذه المجالس مجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والإسلامي ووسط الجمهورية ليكون هيئة واحدة. هل هناك أحزاب أخرى من ضمن هذه الأحزاب المشاركة في الحوار دعت طالبت نفس ما طلبتم أنتم؟ أكيد أكيد في بعض الأحزاب طالبت بنفس المطالب كيف حزب ظهر لي حزب التحالف الشعبي التقدمي ظهر لي حزب الوئام ظهر لي بعض الأحزاب عندها نفس التوجه هي اللي ما في رئيس حزب معارضة نتكلم لك عن حزب المعارضة حزب المعارضة ما في حزب معارضة في نظري له يعود رأي في ثروة الشعب مبدئ في هيئات لا أحد الشعارات والسامي وهو اللي يعود يطالب بها يعني تندمج يعني تفعل كيف محكمة الحسابات ومفتشي الأمر الدولي هذه هيئتين ونحن في نفس الوقت اللي احنا ما في واحدة قاعدة قايمة بدورها عندنا على سبيل المثال مفتشي الدولة مفتشي الدولة جهاز في رئيس الجمهورية معناها ما هو مستقل الوقت اللي بقى يوصفوا به حسابات مع بعض الأشخاص تشوفوا مفعل وقت ما ذاك يختفي احنا نقترحوا في حزبنا تعود محكمة الحسابات مفعلة تعود محكمة الحسابات مفعلة ويختاروا أعضائها عن طريق الكفاءة ويعودوا مبرزين ويعودوا معناها باستقلالية تام وبحياد ولا تدخل من السلطة التنفيذية ويخلوا يقوموا مهمتهم الأساسية مفتشي العام من الدولة نقترحوا أعلنها خبرتها وتجربتها 10 سنوات تنضاف مباشرة للمفتشي العام المالية إياك تفعلها وتزيد من دورها معناها هذه الشعارات وهذه المجالس اللي كل بلاد شفنا فيها مجلس وكل وظيفة نعطاها الواحد في الوقت اللي ما فهمش مفعل نختار حد من هؤلاء طرحنا النقاط أساسا للتعديل ولا يشاور عليها جميع الأحزاب السياسية وأحزاب المعارضة أكيد اللي تعود سباقة للنقاش في المجال والدفاع عنه وتبريره يعني إن شاء الله نقدم. هل ترون بأن كل هذه المطالب التي طلبتموها سيكون لها صدى سيكون لها آذان صاغية مثلا؟ أكيد أكيد إن شاء الله ومتأملين إحنا متأملين من الحوار وعلاش كثير دخلنا فيه معناها إحنا أول شيء معناها دعينا للحوار ممكن أساسنا حزبنا دعينا للحوار وفي كل مناسبة عينا فيه للحوار وطالبنا بالحوار وبالأحزاب السياسية كانوا طالبت به والمعارضة ما لها قاعد طالب به